السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واليوم جيناكم فيديو جديد وإن شاء الله تستمتعوا في هذا الفلوج. وإذا كنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، ما تنسوا تحطوا اللايك، حطوا لنا لايك، وأهم شيء الاشتراك طبعا في القناة. واليوم طبعا معانا هذا الحوض فاضي مثل ما تلاحظون فاضي، ونريد نروح السوق عشان نشتري الأسماك. وبيروح معاي ليث ولؤي عشان نشتري السمك. وبسم الله روحنا، وبسم الله توكلنا على الله. طبعا رايحين الحين للسوق وإن شاء الله نحصل أسماك. متحمسين لؤي ليث؟ ايوه. وش بتختار من الاسماك؟ وش الوانهن؟ برتقالي ابيض. هذا الشيء اشوفه هناك الالوان اخذها. اشتري البرتقالي. وهذا طريق. وصلنا المحلات، طيور ان شاء الله تكون. والحين ان شاء الله راح ننزل للمحل. نحن الحين واقفين عند المحل ولازم ترى الاحترازات، نلبس الكمامة وكلها ملبس الكمامات. كيف مستعدين؟ مستعدين. ان شاء الله بنحصل اللي تريدونه نحصله ان شاء الله. وبعد صحيح يريدوا يشتروا هذا الطيور الصغيرة اللي هن سمان ولا شو يسمهن، شو يسمونه. وهذا المحل طبعا مثل ما تلاحظونه هذا المحل. والحين دخلنا وهذه الأسماك ما شاء الله. هذه شكلها جميلة، شكلها حلو، شكلها هذا بعد حلوة. وين تريده؟ أمريكا. أو من بلدية، أو سمك البلدية. هذه هذيك؟ اي عاجبتني. هذي هذا. سوى هذيك واحد. ايوه. جيب هذا، هو يريد هذا. هذا هذي. انا هذا هذي. وانت لوين؟ انا هذي. ان شاء الله راح ناخذ من كل شيء واحد. طبعا هذا بناخذ. وبناخذ هذه من البلدية. وبعد بناخذ هذه. وهذيك شو؟ هذيك الصغار تعرف عنه؟ الحين بنشتري سمان مهنا هذولا. اي واحد تريده؟ نريد هذا الابيض. ايوه. ونريد هذه وحده. هذيك اللي تنتين البيضاء. لؤي؟ هاي تختار؟ اختار ابيض. وليت ابيض. الحمد لله رب العالمين، وصلنا البيت زي ما تلاحظون. وهذا السمك اللي شريناه. اشترينا سمك من البلدية. شو هي سمك البلدية؟ هذا اللي قصدت بها ليث. وبعد خضينا هذا السمان، واحد ابيض وواحد رمادي او اسود كذي. ان شاء الله الحين راح نعبي ماي الحوض ونخلي السمك داخله.
ومثل ما تلاحظون عبينا الحوض لهذا المستوى، طبعا ما يكون فوق واجد. وهذا السمك درجة الحرارة شوية يعني له بارد ده ساخن، والحين بنزله في الماي كذا هو الكيس لحد ما يصير الماي اللي داخل نفس الماي اللي هني في اللي في الحوض، يكون تألقما مع الماي ما يكون عليهم بارد أو شيء عشان ما يموتن. وهذا الفلتر طبعا كما تلاحظون. الحين بنبطل، اعتقد خلاص صار طبعا شغلنا الفلتر عشان يكون الماي اي غيرات اي عشان يكون اي وسخ يروح مع الفلتر. راح ابطل الكيس الاسماك داخل، ما تكون واضحة الاسماك عشان الفلتر شغال. بند الفلتر شوف الحين كيف العيد. شوف هذه نحاول نعدل داخل الحوض الصخور هذه شجر، هذا الشجر مثل ما تلاحظوا. وهذا ما له حل مثل ما تلاحظون، هذا ما له حل بس كذي واقف. كيف العيد؟ الحين حلو الحوض؟ في اسماك، في اسماك. شوف 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 ما شاء الله. الحين فرحانات البيت الجديد في البيئة الجديدة اللي هم فيها. كيف لؤي؟ زين. شو اللي زين؟ سمك السمك. الحين الحوض؟ بشغل الفلتر الحين. لؤي غطي غطي. لا لا. هذا غطى الحوض غطي.
تو الحوض جميل. في اسماك صحيح؟ اي مع البنات وين؟ اكيد هذاك ما له حل، هذاك خلاص نايم. وبكذا جينا لختام الفيديو، وان شاء الله بنلاقيكم فيديوهات ثانية. واذا كنتم ما مشتركين في القناة اشتركوا في القناة، حطوا زر اللايك وفعلوا زر اللايك. اللايك اهم شيء، الاشتراك في القناة، وهذا يدعمنا كثير. وفي امان الله، ومع السلامة. مع السلامة.